شبحوا أزمة مصرفية جديدة يلوح في الأفق، وهذه المرة السبب هو القطاع العقاري التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأزمة هي ليست محصورة فقط على البنوك الأمريكية، ولكن العديد من البنوك بعضها أوروبية وحتى البنوك اليابانية لديها انكشاف على هذا القطاع، وبالتالي هي في خطر، وهذا ما حذرت منه حتى خلال الأيام الماضية. بداية أكيد تتذكرون هذا الاسم نيويورك كوميونيتي بانكورب. هذا المصرف كان هو عمليا المنقذ في بداية العام الماضي، لأنه استحوذ على أصول لسيجنتشر بانك كانت بتقريبا 38 مليار دولار. اليوم المنقذ في ورطة. من سينقذ نيويورك بانكورب؟ ما يحدث مع المصرف هو بأنه سجل خسارة ب 252 مليون دولار عن نتائج الربع الرابع، وتحدث بأنه وضع مخصصات ب 552 مليون دولار في الربع الرابع من فقط 62 مليون دولار كان قد وضعها في الربع الثالث من العام الماضي، وتحدث بأن هذا البروفيجنز أو هذه المخصصات هي بسبب الانكشاف على القطاع العقاري التجاري في أمريكا. نتحدث هنا عن أبنية يتم تأجيرها كمكاتب، يعني هي ليست سكنية، هي تجارية بشكل أكبر. المعضلة بالنسبة لهذا القطاع عمليا هو بأنه من بعد جائحة كورونا شهدنا توجه أكبر نحو العمل من المنزل، وبالتالي من دفع الثمن؟ هذه المكاتب التجارية وهذه الأبنية التجارية التي تراجعت قيمتها بشكل كبير مع تراجع الطلب عليها. أيضا طبعا المصرف تحدث حتى عن أنه سيكون لدينا خفض للتوزيعات، وبالتالي اليوم نتخوف من أنه هل هو سيكون المصرف الوحيد في أمريكا الذي يتحدث عن انكشافه على القطاع العقاري أو القطاع التجاري في أمريكا عندما تحدث بالعقارات، أو أن هناك المزيد. موديز تحدثت بأنها تضع البنك تحت المراجعة لاحتمالية خفض التصنيف. 8.2% من القروض السكنية تشهد مخاطر التخلف عن السداد، لأنه هذا القطاع بات جدا ضعيف من جائحة كورونا من العام 2020 حتى اليوم. السهم والمستثمر سعر هذا طبعا بشكل كبير، كان لدينا أزمة ثقة بالنسبة للمستثمرين، هبط السهم لأدنى مستوياته في 23 عاما. الموضوع لا يتعلق بأمريكا والمصارف الأمريكية، الموضوع أكبر من ذلك، لأنه حتى دويتش بانك في إعلانه عن نتائج الربع الرابع كان قد قال بأنه يحذر من خسائر محتملة من الانكشاف على هذا القطاع في أمريكا. وضع مخصص جانبا ب 123 مليون يورو، رفع من 26 مليون يورو بسبب الانكشاف على قطاع العقارات التجاري. الموضوع أيضا امتد إلى اليابان، وهذه المرة أزورا الياباني الذي خفض توقعات إجمالي العام. كانت التوقعات بأنه سيحقق عمليا أرباح ب 164 مليون دولار، يعني تقريبا 24 مليار ين. اليوم عدلها لخسائر ب 28 مليار ين. وتحدث حتى بأن التير 1 كابيتال التي تقيس قديش الكابيتال أو رأس مال البنك بالمقارنة مع الأصول ستتراجع ل 6.6%، أي أنها ستهبط دون المستهدف عند 7%. السهم تراجع أيضا 32% في 5 جلسات تداول. اليوم هذا القطاع إذن الواضح بأنه في أزمة. البانكينج كرايسيس التي شهدناها في بداية العام الماضي كانت مختلفة، لأنه كانت بسبب انكشاف البنوك على سندات الخزانة الأمريكية التي فقدت من قيمتها. اليوم الموضوع يتعلق بقطاع العقارات التجارية. 560 مليار دولار ديون مستحقة على العقارات التجارية بحلول نهاية العام 2025، وبالتالي التخلف عن سدادها هو بحد ذاته البانكينج كرايسيس أو أزمة مصرفية. من هي البنوك المحلية الأكثر ضعفا؟ يعني اليوم كل البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم هي في أزمة، وخصوصا إذا ما كانت منكشفة بشكل كبير على هذا القطاع. وهذا يطرح السؤال، هل نحن بحاجة إلى اندماجات أكبر واستحواذات من مصارف أكبر على هذه المصارف؟ هل نحن بحاجة إلى المزيد من الكونسوليديشن، أو أن هذا بنفسه قد يعمق من المشكلة ويتسبب بأزمة أكبر؟